مجتمعنا العربي، ولكن بالإضافة لهذه الزينة الخارجية لابد أن نتزين داخليا ونستعد لاستقبال ذلك الطفل الذي ولد في مغارة متواضعة، وعند ولادته وضع في مذود حقير. إذا نظرنا إلى أيقونة الميلاد، فبعد التعمق الكبير لرسامي الأيقونات في القرون الأولى والتي تخللت صلوات عديدة وتأملات حتى تصل الرسالة الميلادية إلى نفوسنا، نرى الطفل يسوع كما يقول لنا لوقا مضجع ومقمط بلفائف. وإذا نظرنا أيضا إلى أيقونة الدفن، نرى أن يسوع أيضا قد لف بكفاء، فلا نستطيع كمسيحيين كمؤمنين أن نتكلم عن الميلاد الذي هو بداية الخلاص دون ما أن نتكلم عن موت وقيامة السيد المسيح. الأيقونتين إذا ننظر للطفل نرى فقط الوجه، ولكن في أيقونة الدفن لا نرى وجه المسيح الذي غاب عنا في غياهب القبر مدة 3 أيام. وهذه الرسالة الروحية عبر عنها أيضا أباء الكنيسة ورسامي الأيقونات عندما رسموا الأيقونة ووضعوا اللون الأسود في داخل المغارة التي هي رمز للقبر، فوصلوا معنى الميلاد بمعنى الموت والقيامة. فنحن كل يوم عندما نصلي، عندما نمارس حياتنا المسيحية كما قال لنا السيد المسيح بحسب وصايا الكنيسة، أي عيش الأسرار المقدسة. رح نبدأ إنه إحنا كمجلس طلاب، أنا تعينت بشكل رسمي 15/11، ما كانش عندنا فترة طويلة لنحضر كثير الميلاد، منا قد ما بنغضر لنفوتكم البهجة على قلوبكم، فأتمنى من كل قلب عقيد حسيتوا نفسي بالميلاد. قمنا بتزيين شجرة كبيرة بالدوار تبع المدرسة، جربنا نحط لكم كثير شجر بالصفوف، يمكن مش كل صف حطت شجر، بس إن شاء الله عقيد نكون في وقت ندفي من جو الميلاد على قلوبكم. اليوم 22 عاملين احتفال إحنا لنهاية الفصل، وهذا احتفال عشان عيد الميلاد. أنا أتمنى من كل قلب إنكم تنبسطوا اليوم. حابة أقدم كلمة شكر أبدأ بالأستاذ إياد أبو يعقوب مدير المدرسة. الله يخلينا إياك أستاذ. وين الأستاذ إياد؟ ماشي، شكرا للأستاذ إياد، عن جد بشكر من كل قلبي على كل الدعم، على كل إشي قدم لنا إياه، كان واقف معنا كل إشي، كل إشي طلبناه منه أعطانا إياه. بحب أشكر الأستاذ زياد أبو طارق اللي هو كان توب تبعنا. إحنا أي إشي بدنا نعمل بمجلس الطلاب هو مسؤول عن مجلس الطلاب، أي قرار ما ناخذه كان متواجد معنا، تواجد بجميع الاجتماعات. بدي أقدم شكر لمجلس الطلاب نفسه، جميع أعضائه، عن جد بشكركم واحد واحد على كل عمل قمتوا لإنجاح هذا اليوم. بدي أذكر أخص الذكر أكمل شاب من الشباب القاعدين ورا، عن جد من رفع الراس فيكو. إذا بدي أخص بالذكر رند معلم، أمير طنوس، صبر قسيس، أمير دحبور، حن قسيس، جميع الشباب إن ذكرت وما ذكرت عن جد بوصلكم شكري. عن جد يستاهلوا تحتي قعدوا، عن جد صاروا 3 أيام من وقت زين الشجرة بعز البرد، قعدوا بالليل على ارتفاع عالي زينوا الشجرة، وقعدوا مع أيام ما يلقاها امبارح، قعدوا ساعات أيام العرخاء فيها بالتزيين، تواجدوا معنا ساعات، عن جد كل احترام إلكم. بدي أقدم شكر للمسكروت كمان، للمسكروت ساعدونا نزلوا جابوا زينة الشجرة. سكرتاريا للسكرتاريا، شكرا لكم كثير. بحب أقدم شكر كمان لأبو ميخا، شكرا ليوسف على استضافنا هون بالقاعة، معلمنا أبو ميخا. بدي أقدم شكر كثير كبير وخاص اللي أنا خليته الآخر خصوصي لزميلتي ماي سخوري، عن جد شكرا كثير لك، شكرا كثير لك عن جد رمز ماي. استنضحكي من كل قلبي، أنا أول ما تعينت لما عرفت أنا وياها واحد أول شيء،
عن جد بشكر من كل يعني من اول ما تعينت ويكند النائبه تبعتي انا عارف انه رح انجح بكل شيء لانه عن جد انت رمز للمثابره عن جد الله يخلي اياك ان شاء الله على طول نجح قد ما كشفت معي يا شكر كبير لنادين وعارين شكرا لكم عن جد عملتوا عرض حلو كثير واخيرا بدي اشكر 12 امبارح يمكن صار في سوء تفاهم بيني وبينك صغير انبسطت كثير وشفتكم اليوم عن جد اخر احتفال لكم معنا بعيد الميلاد بتمنى لكم مستقبل باهر يا رب باخر سنه انتم معنا بتمنى لكم نجاح بقريبكم السنه الجايه المصاريه عندكم بالنسبه كمان لل 11 بتمنى لكم النجاح ومن كل قلبي متاسف اذا امبارح يعني اذا انه ازعلت اي واحد فيكم بالفويس اللي بعثته بدي اطلب من ربي ان تكون سنه مباركه على الجميع مكلف النجاحات وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب سنه مليئه بالنجاح وبالحب وان شاء الله اسره نوتردام تضل هيك كتله وحده متماسكه عنوان العزم والاراده والمثابره وان شاء الله النجاح للنجاح تكون سنه ناجحه على الجميع بدي اخيرا اطلب من الجميع إنه إحنا كمان نعيش الميلاد الحقيقي بس بلاش نعيش الميلاد بالمظاهر كثير إحنا يمكن نسمعش أخبار الدول المجاورة لأن إحنا عم نعيد العيد هون وإحنا عم بعيد العيد تحت الطخ والحرب فعن جد بحب إنه تعيشوا الميلاد الحقيقي وولادي مع يسوع المسيح أنا كثير بآمن بس بتمنى إن كلكم تولدوا من جديد بالحب والإيمان والسلام والتسامح عشان هيك أنا بقدم تأسف ال 12 إذا أزعجت أي واحد فيكم امبارح فأتمنى لكم عن جد سنة ملانة بالنجاح وكل عام وانتم بألف خير شكرا نشكر ادوار عصام هو بيرفع الراس بيرفع الراس ابو الزكي ويطلق ميلاد الكتاب والله دمع عيوني منه ندعو الطالب المبدع لولو عراق وفرقتها الموسيقية لتقديم عرضها في شي سراوي سراب حبيبي فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها
فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتن العليا يفقه فدية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شكر لا يرون القدس إطلاقا. تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجلة في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الإسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي مبتسما، وتلفت التاريخ لي مبتسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارثق بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا، يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهران، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم. وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم. والقدس تعرف نفسها، اسأل هناك الخلق يدلك الجميع، فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على أشبابه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الشمال مثمن الأطلاع أزرق فوقه، يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة، ترى وجه السماء ملخصا فيها تدلها وتدنيها. توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها. وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها، ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات، كأن تعريق الرخام دخان، ونوافذ ذعل المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، وهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسما، فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر، باعوه بسوق نخاسة في اصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا، فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى، فأعطاه لقافلة أتت مصر، فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان. في القدس رائحة تلخص بابنا والهند في دكان عطار بخان الزيت، والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيء للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قدميها وشديدها، والمعجزات
حين هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهم سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها، الكل مر من هنا. فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، أمرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض. فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والسقلاب والبشناق والتاتار والأتراك، أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وطأ الثرى كأن الهوامش في الكتاب. فأصبح نص المدينة قبلنا، أترى ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا. يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى، أراك لحنت. العين تغمض، العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها، والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين. تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب إذ فاجأتني بسمة لم أدر كيف تسللت للوجه. قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت: يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. شكرا. Yes.
والأسرى يطلقون والمساكين يبشرون. Thank you.
لهذا اللقاء المميز فنحتفل في طريقتنا بميلاد المسيح. وأكيد ميلاد المسيح هو اللي جمعنا، لولا ولادة المسيح ما كنا موجودين هون، ما كنا مجمعين، ما كان في كنيسة. ولكن الله عطف علينا وأرسل، لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه الوحيد مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس مشان يفتدي الذين تحت الناموس ليخلصنا. حبايبي ليش أطول عليكم، ولكن احنا فرحانين، احنا مبسوطين لميلاد المسيح. بتأمل انه طفل المغارة يولد في قلوبكم، طفل المغارة يعيش في قلوبكم، مش ليوم واحد نعيد ميلاد المسيح، انما كل يوم وكل ساعة نعيد ميلاد المسيح مخلصنا وإلهنا اللي إجا وافتدانا وأعطانا الحياة. فمشان هيك الله يبارككم ووفقكم حبايبي. وحكيت هذيك اليوم البلاد تسابقت بالشجرة، أي بلد أحلى شجرة وأطول شجرة وأعلى شجرة وأحلى زينة، ولكن نسينا صاحب العيد. تذكرنا بابا نويل، صار بابا نويل صاحب العيد. بابا نويل والمغارة كثير حلو والشجرة، ولكن الأهم من كل هذا صاحب العيد. وصاحب العيد لا بسكن بالشجرة ولا بسكن بالمغارة اللي سويتوها بالبيت، ولا بكون مع البابا نويل، إنما صاحب العيد بعيش في قلوبكم، بعيش في حياتكم، في عائلاتكم. الله يبارككم، كل عام وانتم بخير. المسيح ولد فمجدوه. Thank you.
Bye.
كيف رح يصير؟ انتم بجهه ثانيه شو فارقه معك؟ صح؟ ولا مش سامعين؟ قرب لهون يا كراس هون قرب. اجي لعندك انا قرب. تعال قرب لهون اكثر. ما انت قاعد بشو اسمه بينوح قاعد لغير. فانتم بجهه ثانيه مش فارقه معكم شيء قاعدين مكيفين ما شاء الله بتامل ولا حدا قاعد من اول العرض وخايف كانه من الصبح كان من الساعه 8 وخايف يا ساتر كيف بده يكون العرض؟ ولكن ما نضحك ولا بدناش نضحك يا الله بتأمل وبركي ما سمعتش شو حكى بركي الصوت مش واضح مثلا بدي اقعد اسال شوال شوال ويقول ايش بلا مش سامع شوال يا الله طب بركي مثلا حكى شيء بضحك والكل ضحك وانا ما ضحكتش الكل بيطلع علي زي ليه بدي اقول ماله هذا زي بركي ضحكت بعد الكل مثلا لحالي يا الله بركي ضحكت وشخرت الكل ضحك سكت وانا يا الله صعب 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 بس على فكرة أنا كتير بخاف مش بس من العروض لأنه أول شيء العروض كتير بخوف لأنه كمية ناس الواحد واقف على مسرح قدام كمية ناس كتير إشي بخوف كمية ناس مع بعض بمحل واحد إشي كتير بخوف وزعرب يا حبيبي كده بالأوضاع هاي كتير إشي بخوف وأنا بخاف كتير من الناس أكتر إشي بخوفني بالناس الشباب العين عضلات في هوني بعد هاي الشباب بتحسوا بتعرفوا مش يعني عضلات وجاي عليك كأنه أنا بخاف بتصير معي كتير مثلا مرة بعد عرضك ولا جاييني شاب بسم الله عليه ثلاث طبقات من الشباب جاي علي عضلاته بتمرن كأنه أبصر شو جاي قد ما شادد عضلاته جسمه وجهه مشدود معاه فجاي مكشر جاي علي بس أنا انضغطت شفت جاي قلت يا ولا شو حكيت يا حمار حكيت إشي ما حكيت إشي بهدلت زي ما حكيت إشي مع الزلمة أبصر قتلت قتل راح جاي علي أخينا بيعمل يقول إيه أما أنت فيلم أنت ما له حبيبي عن جد هدول ليش جايبهم معك لكذا بس مرات إيش قال بلعبها شجاع بلعبها إنه شو أنا يابا إيش أبو الشباب مرة واحد كمان قبل العرض قال بقول لي أنت مسلم ولا مسيحي قلت له أنا عربي يا جحش قال لي إيش قلت قلت له قلت أنا عربي قال لا وراها شو قلت وراها قلت له قلت له أنا عربي يا جحش قال لي ايش قلت له قلت انا بتعرف ناجي العالي وانا عشان مع المسرح وهاي وانا عربي كلنا وحده وحده وطنيه وابصر شو قال لي ايش قلت له انا جحش هي انا عربي وجحش قضيت الليله تلفت حوالي بخوفني كثير حلو انا جحش بزقفوا لي كثير بزقفوا لي قطعه 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 الجحش يعني المهم بخوف يعني مثلا ابو بكر البغدادي ما بينفعش يكون عنده مثلا محل اواعي ازياء ابو بكر البغدادي من لك الفستان حبيبتي من ازياء ابو بكر البغدادي ابو بكر البغدادي ذوقه بعقد اشي بيطير العقل لا حبيبتي بيطير الراس كل شيء مشغول عشان يخوفنا احنا عايشين عشان كله خايف من كله الصراحه بالفتره الاخيره كله خايف على كله من كله المسيحيه خايفين من الاسلام الاسلام خايفين من الدروز خايفين من الاسلام المسيحيه اليهود خايفين مننا كلنا وكله بالاخر بقول لك انا بخافش غير من الله خيا بس كله متسرسب احنا خايفين الحياه هي خوف بس تمام البلد صارت تخوف تمشي بالشارع اي شيء ممكن زدته حتى سكينه يقولوا ارهابي بطلت تقدر تمشي مع سكينه بالشارع صح مين اللي بيسترجع انا كنت بطل واحد يسترجع يمشي مع سكينة بنص الشارع الا ما يعملوا عليك اشي البلد صارت خايف بس كثير ناس عم بيفكروا يطلعوا بريت البلاد انا اخر فتره عم بطلع بسافر شغل بريت البلاد حدا كان مره بريت البلاد بريت البلاد ناصري حيفا اشي كرميل عم بطلع كثير شغل بريت البلاد وهذا لذيذ اخر واحدة من السفرات الاخيره اللي كانت عندي كانت في اسكتلندا كان عندي عرض هناك مش مهم العرض باسكتلندا مش هذا المهم كانت الحلو اهم شيء كيف طلعت على اسكتلندا بتعرفوا اجتني دعوه على شارك المهرجان يبقى في ناس هون بتصل بشارك هاي واحدة من مواهبي بفرح والله هذا الضوء حركه حلو بس بيعرف الحركه بتخوف انا خايف من حالي لسه بهاي اللحظه
فاجتني الدعوه لبريت البلاد مهرجان كثير كبير باسكتلندا. انا الصراحه خفت، ليش؟ لان الواحد ضل خاف ما تزبطش، حسد، غيري، حقد، حدا يخلعك عين، اي انجاز بنسويه بنضل خايفين، فاعوك عين، حسد، غيري، حقد، كل وقت على اعصابي. حوالي اسبوع قبل السفره بتصل فيي وكيل السفر بقول لي ايمن عندنا مشكله، قلت يا ساتر راحت السفره، بقول له شو صار؟ فقعت الطياره، وقعت الطياره، صار شو؟ بقول له لا فيش، نسينا نحجز لك. قلت له بسيط، احجز لي اي محل ثاني، شو هي احجز لي، دور دور رجع بقول لي فيش محلات. قلت له شو فيش محلات؟ اصلا انا قال لي في تاريخ ثاني، قلت له تاريخ ثاني ما بزبطش معي، لازم اصل 19 الشهر بحبش. رجع قال لي طلع المشكله من عندنا، احنا نسينا نحجز لك، راح نعوضك، راح نبعتك على حسابنا على اسكتلندا، راح تطلع بنفس الطياره بنفس الوقت بنفس التاريخ على حسابنا بزنس كلاس فيرست كلاس. انا الصراحه دمعت، قلت له انا حدا فيك مغمرة بزنس كلاس؟ طبعا انت كيف حالك؟ انا دمع، انا بهذيك اللحظه قلت له انا بزنس، انا بزنس كلاس، انا مش عارف، انا مش عارف مين بدي اشكر بهاي اللحظه عشان وصلت على البزنس كلاس. بحب اشكر اهلي اللي ربوني اصل بزنس كلاس، اصحابي اللي دعموني، زوجتي اللي دعمتني، مربي الكلاس تبعي بكلاس اول وكلاس ثاني لكلاس 12، لجنه الكلاس الصفي المسؤوله عن تزيين الصف، وطبعا مصفف شعري بدير على اطلالتي بزنس كلاس. بلخصه بكلمه بالانجليزي بترجمة ترجمة مش حرفية للعربي، بالإنجليزي speechless بدون كلمات، بالعربي قزمت من تقزيم. قزمت إن كان الميلاد على قصة عطاء، قزمت أمام عطاء كشافة معليا بداية البرنامج، قزمت أمام عطاء الطلاب والطالبات الموهوبين، المواهب الرائعة اللي شفناها اليوم، المستوى اللي بيشرف أفضل مؤسسة وبأعلى مستوى من قبل جميع الطلاب والطالبات وعلى رأسهم المعلمة روزان بترتيلة الميلادية. قزم بأعطاء موظفين موظفات نوتردام، معلمين معلمات ومربين نوتردام، قزمت طلاب ومجلس طلاب نوتردام. فهي المناسبة بتوجه بخاص الشكر والتقدير للجنة الأهالي الموجودة عندنا هون بناتنا اليوم، واللي اهتمت بتقديم التحلاي لطلاب وطالبات. اهلا وسهلا فيكم بهالطاقات الحلوه اللي شفتها السنه، انتو ومجلس الطلاب، احنا كاسره نوتردام ان شاء الله السنه نشوف مشاريع كبيره، مشاريع ناجحه، وانا كل امل بما انه احنا بعيد ميلاد المسيح امل وتحقيق وانجاز احلام، فهاي الساعه للامل وهاي الساعه لتحقيق وانجاز احلام بالطاقات الايجابيه اللي عم بشوفها موجوده هون. شكرا للمعلم رنين، الأستاذ وسيم، أبو طارق، الأستاذ زياد، شكري ل شكري مجلس الطلاب، قال له كلمة عزيزة علي، أبو ميخا شكرا لك لاستقبالنا اليوم، ولا أبو زياد اللي أبدى استعداده لاستقبالنا كمان في الرابعة. شكري لكل الطاقات الحلوة اللي كانت موجودة بناتنا اليوم. إذا بتطلب من ربنا ينعم علينا إشي، ربنا أنعم علينا بكثير شغلات، ربنا أنعم علينا بالحب والمحبة والطاقات الرهيبة اللي كانت موجودة معاي تساعدنا على تزيين الشجر وتزيين المدرسة، اللي كانت موجودة معاي بالقاعة هون للعطاء من ناحية الفقرات الفنية المتميزة، تميز وتألق. هاي هي نوتردام، هاي هي نوتردام اللي كنا نفخر فيها. أنا جدا فخور فيكو، جدا بحبكم، كل عام وانتم بألف خير. ألف شكر تقدير كمان لبابا نولات نوتردام، أنا بقول لهم فيديو هون شاهر ونجيب واللي اشتركوا معاهم من الجميع. إدوار ومايس بشد عليكم، أي شغلة بتطلبوها من إدارة المدرسة دائما قدامكم، أي أمر صغير كان ولا كبير، استشارة أو دعم، إحنا كلنا وراك. أسرة نوتردام هي وحدة، طلاب، أهل، مدرسة، الله يوفقك.
الزبل إن كنت عاشق للجمل بالقصيد المرتجل بإيدي كالعجل إنه برمك منها الحيطان أي بعد رجال الحامية يا روحي ويا عيني الله يبلاك بحية جبرة من أرض الجولة شلعه من ذانك دا تتعلم يا والقصه انا حط فنونك معنا حب اعلى اقلام الخط لما الطوب يغيب القط فلها تلعب الفيران اي انا سابع جوا الواد اسال لكل الاجداد عني لا تبعد لا غاد اسكن قلبي والشريان انا عمري وانا من طبعي دوما مع حبل الوارد ببقى معنا ايدي بايد ودبك دمك والشريان لازم نبقى موحدة عالشمال وعاليمين ما فيش تفريق بدين وكلنا من نبع الإيمان ونصارى وإسلامية والطيف المعروفية كلنا بالوطن سوية ما بنفرقنا أديان أي إيدا بترجع لها الجد ونفس الجد ونفس الحد نفس البيت ونفس العد ونفس الموسيقى وميان ونحنا معهم نفس الدين كهل ووالد إنا من إذا تاحت بطليع السبع من الوديان أيوة تاحت مثل النامل مثل قرية الناحل ببطل عندك كاسل ولا بتعب جوزدان أي اسمع مني يا شطور على حرفش لازم تزور انت يا بطر طور صغير مفزع بالميدان على عم تحكي عطارة طير مش عارف ايش بده يصير لو انت يغضب الكبير صاب وصلى وحياك شعب وسبلا اي بما انك تصلي وانا بيرك عخشب حبعثك عفاريك يلعب براسك والجام اي لا لعب براسي انا عندي حماسي عندي 12 حواسي او بدنا الشك انا القصة يا وجيد نفحص للهواس اللي عندك بينه ماس طلعتك واجع بالراس وما عنده حماس اي هالليل الشعلامية يا روحي ويا عيني اللي ايده بالمية مش مثل الايد وبالنيران او عندنا الايد بجنب الايد بعض راح نستفيد حنا اي حديد ونضحنا صدر الصوان اي حاد الهيئة العلمية يا روحي ويا عيني وعلى الهيئة التدريسية او اهل العلم والامان او الله يديمك ويديمك ضل عالم المشهور احنا عابد ومن